لشويه كباب حله انت لما تعمليهم هتلاقي نفسك انت منفرده في قلب العيله لانك بتتفرجي على الشيف الموازي. كباب الحله المره دي هيكون طعمه مختلف، في طعم البصل المكرمل اللطيف وازاي اسرق الكرمله بتاعه البصل في طعم الطبق. دي فزوره فكيها معايا كده، ازاي اسرق طعم البصل المكرمل في الطبق اللي بعمله سواء لحمه او فراخ. معانا لحمه كندوز نسبه الدسامه فيها من 20 لـ30%، ومعانا بصل ومعانا فلفله ملونه، والمقادير على الشاشه تقدري تصوريها بالتليفون او تسمعي مني مفيش مشكله. حلو قوي، تعالوا مع بعض نحضر للطبق الجميل الحلو ده كده. مدرسه المغازي بتقول حله على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. البخرج مركز على اللحمه، على الهوبر على الهوبر. بتلعب على الكبير انت، هو ده. بصل. الحلو في ده ان انا عايز طعم اكل، بعتمد على مدرسه امي وامهات الدنيا كلها، الطعم من بين اصابع ايدك العشره. حله على النار فيها عظم الفراخ، عظم اللحمه، قشر السمك، قشر الجمبري ايا كان، ومعاها بصلايه، معاها بصل اخضر، معاها عود كرفس محترم، معانا كمان التومه اللطيفه الحلوه، ورقتين لورا وكده هيدوني جوسي ويدوني شويه بوكيه جرنيه لطاف. نستخدمهم في رز هنعمله، في شوربه هنعملها، في صواني هنعملها، حسب الرغبه. حلو قوي. معانا البصل بتاعنا ده كده، نمسك البصل ده لان كباب حله يعني بصل. وليه سموه كباب حله؟ سمعناها من الشيف كذا مره، لانه الكباب بيستوي في الحله غير الشيش كباب. شيش كباب يعني بيدخل في الشيش اللي هو التوزبيك الخشب الطويل ده كده. ده في المحلات احنا عارفينه زي شيش طاووق كده. بصل اتقطع مكعبات كده، بصل الاحمر الجميل بتاع خير ارضنا ده، الكرمله بتاعته طعمها بيغلب على الطبق بالشكل ده كده. ناخد البصل ده يا عم الشيف زي ما هو، والطاسه بتاعتي ما فيهاش اي ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت. بس تكون شديده الحراره. بصوا على الطاسه والبصل قاعد نازل فيها. حلو، ما جيش جنبه زي ما هو كده، واقلبه تقليبه واسيبه على ما اقطع الخضار واحده واحده كده مع بعض. كاني بشوي بصل. فين الزبده؟ مفيش. فين السمنه؟ مفيش. فين الزيت؟ ما عندناش. ونغطيها. دي مدرسه المغازي، انا عايز طعم البصل في الطاجن بتاعي او في الكباب الحله. حلو قوي. نيجي لبقيه الشغل بتاعنا، فلفل الوان موجود كله دلوقتي عند الفكهانيه، كنا زمان نشوفه متغلف كده واللي مسافر بره يجيبه معاه اتنين تلاته، شكر خاص لوزاره الزراعه والقائمين على التنميه الزراعيه. طماطم شيري، فلفل الوان، البصل البيب الصغير الجميل ده اللطيف الحلو، الحلبة، كل ده موجود دلوقتي في المحلات. في كل المواسم، صيف شتاء الحاجة موجودة. نعم يا غالي. حاضر. عازمني على حاجة، بطل اللي عازمني يا شفيق، كل يوم تعزمني على ينسون وبتاع. ده فلفل الوان، قطع كده. دي بتاعتك انت بقى، الالوان موجوده عند الفكهاني. عايزه تكتري الاحمر الاصفر، ده فيتامين سي موجود في الفلفل الالوان ده، خلي بالك فرصه في ايام الشتاء. دلوقتي في ما بين الصيف والشتاء في كل الناس بيجي لها شويه برد، مش لازم نعتمد كل حاجه يبقى على الصيدليه، نروح للصيدلي نقول له الواد بيرشح، البنت بترشح، والله انا لا، استخدمي الاكل بتاعك والمنتجات الجميله الحلوه اللي ربنا انعم علينا بيها، فيها كل الادويه وفيها كل حاجه انت حباها. فيتامين سي في الجوافه، في الفلفل الالوان، في اليوسفي والبرتقان بشايره زي الفل. ادي الفلفل الالوان قدامنا على الشاشه، نبص على البصل بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل. قلب يا عم الشيف. لا انا عايزك تخش جوه الحله بالله عليك، ما تخافش. حاضر والله، اصل يعني مش عايز اقلب غير لما اشوفها على الشاشه. بص 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 اهي دي. الكرمله بتاعت البصل كانه مشوي اهو، كان انا جبت فحم وشويت البصل ده، يمكن على الفحم هيتحرق اهو. شفت الريحه؟ ريحه البصل في الحله بتتكلم مصري. البصليه الحمراء الحلوه دي وفكت من بعضيها، عارفين فكت ليه؟ حد يقول لي بقى من الفلاسفه يقول لي ليه فكت من بعضيها.
ليه فكت من بعضيها؟ لان غطيت الحله نتيجه تطاير البخار ما بين جزيئات البصل وشرايح البصل وطبقات البصل، خليتها تفك من بعضيها كده. والبصل كان كده الاول قبل ما احطه في الحله، لا كان مكعبات، البصلية متقطعه على اربعه، دلوقتي معانا اهو زي الفل. تمام، ننزل بيت هنا، حد يقول لي بقى ايه اللي ننزل بيه هنا بالامانه؟ لا حد يقول لي، حد يقول لي. هو ده الكلام الجامد قوي. معلقه من الزبده اهي يا ويلي. الزبده هنا بقى ايه شخصيتها بقى، بتقول دلعني مع البصل. هو ده اهو، شفت البصلية لمعت ازاي؟ هو ده اهي، حاجه بسيطه سبحان الله. البصلية لمعت، خدت طعم، خدت لون. دي مدرسة واسمها مهارة طهوية. لما بقول المطبخ رؤية وفن وإبداع مش من فراغ، خبرة السنين. ناخد، لا مش الفلفل يا غالي، الفلفل ده في الآخر خالص، خلي بالك. هننزل باللحمة. حتة اللحمة الدسمة الحلوة دي كده اهي، موزة متقطعة، شكر خاص للجزار حبيبي اهو، مش هقول اسمه بدل ما ادفع ثمن العجل الذبح. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ مش لازم فيها عظم، خلي بالك، لازم تكون حته كده مشفيه حلوه. ويا سلام لو موزه. بيت الكلاوي زي ما انت عايز. اللهم صل على النبي. حته اللحمه دي هتبقى دلوقتي زبده ملبن بين سنانك كده. والبصلايه هنا جاهزه متحضره زي الفل. في حته هنا، حاضر يا فندم. تمام، نقلب ده كله مع بعضه. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ البصل مع اللحمه حبايب. والكرمله بتاعه البصلايه والريحه الحلوه دخلت بين انسكه اللحمه الحلوه. احنا عندنا عزومه النهارده، كميه المخرج بيقول لي ايه كل ده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نبدا ننزل بالايه يا عم الشيف؟ بالبهارات بتاعتنا ما عدا الملح، ننزل بكل حاجه ما عدا الملح. ايه يا بهارات الشيش كباب؟ سوري، او الكباب حله. بابريكا، شويه كمون حلوين عشان اتفاخات البصل، شويه كركم حلوين. حلو، شوية بهار حلو مع زعتر. ايه البهار الحلو يا شيف؟ الكبيبة الصين الحلوة، عارفينها؟ شبه الفلفل الاسود كده بس تلاقي حجمها كبير شوية. فلفل اسود كباب الحلة يحبه. كل دول مع بعض ونقلب تاني. انا مبسوط ان انا جنب حلة فيها ايه؟ بوكيه جرنية. احتاجت شوية سوائل، حط عليها شوية شوربة من اللي جنبي. ومن جور السعيد بيسعد. الله، لسه الخضار مش هينزل خالص دلوقتي، خلي بالك. بعد اللحمه دي ما تشرب البصلايه والبصلايه تبدا تستوي واللحمه تشد، انزل بتشكيله الخضار اللي متقطعه جنبي. هعمل ايه بقى؟ الم كل حاجه كده، اللهم صل على النبي، زي الفل ما عدا الملح. ونارك شديده يا عم الشيف، واخد شويه ايه شوربه من دي كده. الله، هو ده الكلام. يعني بعد التعب ده كله وبعد الشقا ده كله، ينفع ان انا اجيب ميه من حنفيه احطها؟ دي يعني قالت بقى مطبخ فشل. انا بقول لك ببساطه شديده، عندك براد شاي في المطبخ اللي بتعملي بيه الشاي او بتعملي بيه المشروبات السخنه، هتحط حله على النار وتحط جزرايه، بصلايه، توميه، عندك عظم فراخ، ايا كان موجود، وعندك شويه شوربه حلوين اهو. زي الفل. الطعم عارفاك اهو. هو ده، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لازم تكوني كده سيمفونيه وانت شغاله، مايسترو. وغطي الحل لغايه لما تتشرب الميه دي كده. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ انا معاكم، بكمل انا معاكم. زي ما تقولوا لي انا تحت امركم. حلو. حاضر يا فندم، عيني. هو المخرج راسم على الهوبر. ده انا عامل تركايه بقى، انت ابن حلال والله. بصوا بقى التركايه، لا بص التركايه دي بقى. معايا حبايه لومي، حبايه لومي، عارفينها دي؟ اللومي اللي هو الليمون الجاف اهي، وشويه هيل ناعمين اهي. لو انا حطيتها زي ما هي كده مش حلوه،
لو انا حطيتها زي ما هي كده مش حلو، هكسرها. كسرها كده اهو، تقوم تديني المزازه والحموضه اللي جواها اهي في قلب الحله. دي تعمل حاجه يا شيف؟ اه طبعا، دي طعمها رهيب جدا في قلب كمان الحله. لغايه الحله بتاعتنا يلا اهي، باي باي لمده تقريبا 30 دقيقه 20 دقيقه. بعون الله هتلاقي اللحمه ملبن زبده فستق مع بصلايه حلوه، ولكن الخضار كالعاده بينضاف للحمه في نهايه السوى. فص الثوم الني هنا، عايز اقول لحضراتكم طعمه هنا بقى قوي جدا، لان انا حاطه ني مع اللحمه وهي بتستوي. ناخد الفلفل الالوان ده كده اهو، انا عارف انك بتحب الالوان دي يا شفيق، عشان كده مخليها لك للاخر اهي، ده وقته. الله، زي الفل. ونقلب. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الحله فيها الغاز، فيها موسوعه، فيها حكايه. فلفل الوان، فيتامين سي، بروتين حيواني كندوزي لطيف جميل. بصل والكرمله بتاعته من خير ارضنا بيتكلم مصر في قلب الحله. ايه ده؟ هنغطيها. وبعد ما نغطيها ب10 دقايق تقريبا هنغرفها. بس خلونا نغطيها زي ما هي كده، ومش هحط لها ميه خالص نهائي. هعتمد على السوائل اللي هتنزل من الفلفل الالوان مع الجوس بتاع اللحمه، كل ده مع بعضه خليط لطيف وجميل. اللهم صل على النبي. دي عدلها ايه يا عم الشيف؟ عدلها كلمه حلوه. تسلم ايدك يا مغازي، تسلم ايدك يا حبيبتي. وعدلها شويه رز ابيض حلوين. طولنا فيها واحنا بنعملها، بس تستاهل. حلو قوي. اللحمه على النار، عايز تبص عليها؟ حاضر اهي اهي، مش حاربك من حاجه انا اهي. بص عليها براحتك. مقلبها لك تقليبه؟ حاضر اهي اهي اهي. ايه الحلاوه دي؟ اهي. شفت الفلفل الالوان؟ شفت البصلايه؟ فين البصل؟ طلع لي شكل البصل كده في قلب الحله. ديب جوه اللحمه. زي الفل. تعالوا نغرف مع بعض الشيش الكباب الحله بسرعه. ادي طبق الغرف. عينيا يا فندم، ادي طبق الغرف. زي الفل. حاضر، ادي طبق الغرف هنا، ده مكانه. معايا عيش شامي اهو. لقمه العيش دي لما تشرب من الصوص بتاع اللحمه تاكل صوابعك وراها اكيد طبعا اهو. وناخد مع بعض كده اللحمه بتاعنا. ناقصها حاجه لسه اقول لكم ناقصها ايه؟ ناقصها شويه الملح الحلوين عشان حبايبي اللي ياكلوا منها. الملح بتاعنا ينزل في الاخر كده مع الملح ده يا عم الشيف. كوب من الزبادي. يلا نقلب ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه ده؟ الزبادي هنا ادى قوام للصوص بتاعنا اهو مع الرز الابيض الجميل. لا مش كريمه لباني خالص، دي اكله كباب حله ما ياخدش كريمه لباني، ياخد زبادي حامض. حامض عني يقول. ناخد اللحم بتاعنا. اللهم صل على النبي. كباب حله على طريقه المغازي، حته لحمه ملبن مع تشكيله من الخضار يتفوقهم، والبطل بتاعهم البصل المصري الجميل المتكرمل اللي قدرنا نسرق الكرمله بتاعته من قلب الحلة. بألف هنا وشفا للي ياكل.